بفتح ثغرات ثلاث فقرات شرق بوابة القلقلات غير شرعية بحوالي 8 كيلو، وعاقب ذاك وجدت وحدات عسكرية مغربية، وزامن هذا الخروج مع خروج مجموعات بالبطاشية ما يعرف بالبطاشية، هذه تسويت اللي جنتها العبد المغربي. وبالتالي مرقت من اي مرقت قايس رجلي مباشرة، رجلي صد تصدي بطولي شهم بافقاريش بدأت اشتباكات مباشرة، معنا عن اشتباكات عسكرية بين نحن والعبد المغربي، وهذه الاشتباكات الله أكبر هذه الاشتباكات كان جيش تحرير الشعب الصحراوي تصد بحزم وبقوة يا غير ملي معاهم المدنيين، معاهم الرجال والنساء اللي كانوا فم مرابطين في ثغرة قرقرات، هذا كامل صد هذه البطاشية وحتى القوات المغربية. تم بعد ذلك استمر يعني الجانب القتالي معناها انه تبادل النار، وتم اخلاء المدنيين بسلام، الحمد لله. وبهذا الاجراء بهذا القرار اللي عدى المغرب معناها عنه انهى وقف اطلاق النار. وعليه معناها عنه الاتفاق العسكري رقم 1 المبرم متفق عليه بين الطرفين سنة 91، تم خرقه بشكل رسمي ونهائي من طرف القوات المغربية. لذا فإن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب تعلن عن استئناف الكفاح المسلح. نعلق من الناحية القانونية الصرفة على الموضوع. أنتم تعرفوا على أن احنا والعدو المغربي أبرمنا اتفاقا تحت مظلة الأمم المتحدة 91، وبالتالي هذا الاتفاق صار المفعول لعدة سنوات. بما أن المغرب كان سباق لخرق وقف إطلاق النار، كان سباق لخرق وقف إطلاق النار، فإن الجبهة الشعبية والشعب الصحراوي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لن يبقوا مكتوفي الأيدي. وعليه بالمناسبة وراني رجان شوي مصمت، وعليه بالمناسبة نؤكد كما أكدنا منذ السبعينيات اللي هي الجبهة على اعتمادنا على الشعب الصحراوي، وعلى أن الشعب الصحراوي هو من سيحمي الغدر الوطنية ويواصل المسيرة إلى غاية حق الاستقلال الوطني. لذا هنالك إجراءات فورية لا بد من الكبسون طوله وتعمل أساسا. أولا ترحابوا بكل رجل يلتحق بجيش تحرير الشعب الصحراوي ليدعم الكفاح المسلح. الحرب تستمر ان شاء الله والرجال يطمنون. والله كل مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي الموجودين الان وغير الموجودين هون في الخلف عليهم عنهم يلتحقوا مباشره بمراكز العسكريه كافه النواحي ابتداء من الان.
كل النواحي صنتو كل النواحي كل الجيش الموجود تابع للنواحي قال التحق فورا بالمراكز. اثنين كل المتطوعين جميع المتطوعين معنا على الجامعة العسكرية اصلا يلتحقوا مكاتب التنسيق الموجودة في الولايات معنا عنه كل دائرة أهل بيديرون ولا الرابع سنتوا نظامكم سنتوا نظامكم شوي شوي هذا قرار رسمي هذا قرار